هو ازاي الرئيس السيسي كان متأكد ان الدولار هيبقى ذكرى؟ وهل الرئيس كان عارف اللي هيحصل اليومين دول وان الناس هتقف طوابير قدام الصرافة عشان تغير الدولار؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. بانكير نبض البنوك. فاكرين الرئيس السيسي لما طلع في جولة وقال على الهواء مباشرة ان الدولار هيبقى ذكرى والازمة دي هتعدي وان مصر هتطلع اقوى من الاول؟ وطبعا حضراتكم فاكرين الرئيس قال ده امتى، وبنفكركم انه كان في ذروة ازمة نقص الدولار وانتعاش السوق السوداء، وقت ما كانت البلد مليانة اخبار سلبية والناس عندها احباط كبير بسبب الظروف المعيشية اللي بقت صعبة جدا، والاسعار اللي كانت كل شوية ترفع وما تنزلش غير طبعا التصنيفات السلبية وتعنت صندوق النقد الدولي، وده كله غير شماتة الاخوان وغيرهم من اعداء البلد، ولغاية ان الناس فعلا صدقتهم وقالت ان البلد هتغرق خلاص ومفيش حل لأزمة الدولار والمركزي هيعلن الإفلاس في أي وقت. لكن جت صفقة رأس الحكمة التاريخية ب 35 مليار دولار كاش وحوالي 150 مليار دولار تانية هتتصرف على مراحل تنفيذ المشروع، وبعدها حنفية الدولار اتفتحت على آخرها. وقع صندوق النقد الدولي قرض ب 8 مليار دولار بدل 3 مليار، والاتحاد الأوروبي هيدفع زيهم و 3 مليار من البنك الدولي، وبعدها فتحت بوابة الاستثمارات وشفنا الصين اللي هتعمل مشروع صناعي واستثماري وخدمي ضخم أكبر من رأس الحكمة، وضيف عليهم طبعا المنطقة الصناعية التركية وغيرها وغيرها من الأخبار السارة اللي عدلت تصنيف مصر ورجعته الوضع الطبيعي انه يبقى ايجابي بعد كل ده ما حصل وانتهت أزمة الدولار. والناس بقت تقف طوابير على فروع شركات الصرافة عشان تغير الدولارات. الناس وقتها افتكرت كلمة سيادة الرئيس السيسي لما قال الدولار هيبقى ذكرى وهيتنسي ومش هيرجع يبقى أزمة تاني. اللي حير الناس في كلام سيادة الرئيس السيسي مش توقعه لانتهاء الأزمة، لكن من نبرة الثقة في كلام الرئيس واللي قال كده وهو بيبتسم وفي منتهى الهدوء ويقول إن الأزمة يا مصريين هتعدي، والله والله الدولار هيبقى ذكرى ومصر دولة كبيرة. طيب الرئيس السيسي جاب الثقة دي كلها منين في عز الأزمة الاقتصادية وفي ذروة نقص الدولار والأخبار الصعبة اللي البلد كلها كانت عايشة فيها؟ الإجابة على السؤال ده سهلة خالص رغم صعوبتها، وبتكمن في شخصية سيادة الرئيس السيسي نفسها واللي بيكون عارف هو بيعمل ايه وايه اللي بيحصل بكرة، ومش بيستنى طبعا الأزمة لما تتحل لوحدها، لكن بيكون في تخطيط استراتيجي قصير ومتوسط وبعيد المدى للسيطرة على أي أزمة، وده اللي حصل. ولو ملاحظين هتلاقي ان أزمة الدولار السيسي والمركزي والحكومة حلوها بنفس النظرية، وكانت اول مرحلة من خطة الحل هي احتواء الأزمة من الاتساع ومنعها من الخروج عن السيطرة، وده حصل بإجراءات البنك المركزي الكتيرة لمنع نزيف الدولار، وبعدها جات المرحلة متوسطة المدى بإطلاق المبادرات والتفكير خارج الصندوق لتوفير الدولار، لغاية ما وصلنا لمرحلة صفقة القرن او صفقة رأس الحكمة، ودي كانت ضمن الحل بعيد المدى. وبعديه في مراحل تانية كتير هتنتهي في الآخر ان يكون في البلد وفرة ضخمة من الدولار وبقيمة 300 مليار دولار في السنة. السيسي مش بيضرب الودع، لكن ده راجل خبير في دراسة الموقف وعمل تقييم واسع وعميق لأي أزمة وبيحط خططها بالتفصيل والحكومة تنفذ. بانكير نبض البنوك.